السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة الجديدة غادي نشوفوا إن شاء الله لو سيرفيس على روس. هذا أو كيطلقوا عليه سيرفيس أوغيريدو، يعني سيرفيس الطبلة قدام الكليان كسيرفيوه قدام الكليان، هذا كيتسمى سيرفيس أوغيريدو. دونك نبداو على بركة الله، غادي نخدموا على سيرفيس ديال البوطاج. دونك سيرفيس البوطاج يعني سيرفيس ديال السوب، يعني السوبا. كيفاش كنديروا سيرفيس السوبا بمطبقين لو سيرفيس على روس أو ما يطلق عليه بسيرفيس أوغيريدو؟ اول حاجه كنشونجيو الكوفير، كتكون ديجا عندنا ميزون بلاس على كارت كما تلاحظوا، وميزون بلاس على كارت كتكون فيها موصف فرشيطة. دونك كنحيدو داك موصف فرشيطة، كنحيدو موس من هذا القنت وفرشيطة من القنت الاخر، وكنديرو في عوض الموس كنديرو معلقه، حيت غادي يكونسومي لو كليون لو بوطاج يعني لا سوب. تنحيدو فرشيطة ونحيدو موس، وكنديرو في عوض الموس كنديرو واحد لاكويير يعني معلقه، وهكذا كنبقاو غادي حتى كنساليو الشونجمون دو كوفير بالنسبه لي كليون كاملين. دونك مورا كنشونجيو الكوفير كنقومو بقلب الكؤوس، يعني تنتورنيو لي فيغ، يعني كنقلبو الكيسان للكليان. دائما كنتبلاصاو مع ليمن ديال الكليان، وما كنحاولو ما نقيسوش الكاس في لي هذا، كنقيسو غير من التحت باش ما نحطوش عليه لي زون برانت تاعنا يعني كما تلاحظوا. فوالا، دونك كنقلبو الكيسان. بعد كنديرو سيرفيس دولو، يعني بعد كنسربيو الماء للكليان. دائما ادروات دو كليون اي لي فام دابور، دائما لي فام دابور يعني النساء اولا، وكنسربيو على اليميه ديال الكليان. ما كنعمروش الكاس بزاف، انما كنعمرو ثلثين ديال الكاس كما ديجا قلنا في واحد الفيديو سابق. هذا وهكذا كنكملو الدوره، ديما الدوره تاع قريب الساعات حتى كنكملو الكليان كاملين بالنسبه للسيرفيس ديال اللوب ديال الماء. من بعد السيرفيس ديال لو سيرفيس دو لو كنديرو لو سيرفيس دو بان. دائما لو سيرفيس دو بان كيتسرب على لونغليز، يعني كيتسرب على الشمال ديال الكليان. دائما لي فام دابور كنديرو التكنيك ديال البانس كما لاحظتوا، يعني معلقه من التحت وفرشيطه من الفوق، وكترجع على شكل ملقط يعني بانس، وكنسربيو الكليان اغوش ديال الكليان. يعني دائما لو بان كيتسرب على لونغليز، يعني حنا اللي كنسربيو الكليان اغوش دو لوي، يعني مع جنبو على يدو الشمال، كندخلو على يدو ديال الشمال كما تطلعت. وكنكملو الدوره ديال عقارب الساعه. دونك هادي التكنيك ديال باس كما تلاحظوا، هلا كنسربيو له الخبز ديالو، وهكذا حتى كنساليو الطبله ديالنا. من بعد ما سرينا الماء وبعد ما سربينا الماء والخبز يعني لو بان ايلو، كنمشيو كنجيبو غيريدون كما تلاحظوا فيه لا سوب، كنجيبوها من لا كويزين، وكنجيبو معاها لي زاسيت كروز اللي غادي نسربيو فيهم لا سوب، يعني داك الطباسين اللي مقعرين اللي دايرين بحال الزلايف يعني محفورين من الداخل باش كنديرو فيهم لا سوب. ملي كنحطو الغيريدون كندوزو عند الكليان كناخدو داك لي زاسيت اللي عندهم قدامهم، يتسماو داك لي زاسيت دو بريزونطاسيون اللي درنا فيهم ولا لي زاسيت بلات. هادو كيتسماو لي زاسيت بلات، يعني الاطباق اللي غادي نحطهم فوق منهم الكروز باش غنسربيو لا سوب. دونك ها هو فوالا، حنا جمعناهم عند الكليان وكنمشيو اون فاس الكليان على الكيريدون كنحطوهم كما تلاحظوا باش غنسربيو السيرفيس ديال لا سوب على الطريقه الروسيه كما تنقولوا على روس او لا او كيريدون. دونك بالنسبه للسيرفيس ديال البوطاج على الطريقه الروسيه، كنقبطوا لاسيط الكبيره وتنديروا دورها من التحت، وكنحطوا عليها لاسيط كخوز يعني لاسيط اللي محفوره، وكنحركوا البوطاج ديالنا وكنسربيو اون لوش
دولوش يعني جوج ديال المغارفات هما اللي كنسريو دائما بوبي باش ما كنقيسوش داك الجنيبات ديال الطبسيل. فوالا الطريقه كما تلاحظوا. وكنمشيو لعند الكليان باش غنسربيوه لو بوطاج دائما لي فام دابور. كنسربيو هاد المراه اليمنيه مع هذا طبق فردي لي فام دابور كنسربيوه اليمنيه. عاوتاني كنوليو نعاودو العمليه من جديد يعني كناخذو لاسيت كروز كنحطوها فوق لاسيت بلاط وكنقبطو دالوش ديالنا تنديرو لا بروميير لوش يعني المغرفه الاولى ثم المغرفه الثانيه. دائما ما تفوتش جوج مغرفات الا الا كان الكليان باغي دو بلوس كتزيدو. دونك هذا بالنسبه وهكذا كنساليو الكليان كامل. دونك دائما كنسربيو الكليان على على اليمين. فوالا ها هو على اليمين. دونك كما لاحظتوا هذه الطريقه باش كنسربيو لو بوطاج على الطريقه الروسيه يعني على روس او ما يسمى اوغيريدون. دونك كما لاحظتوا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس وميعادونا الحصة الجاية في درس جديد إن شاء الله تعالى.